اخوان واحد الغروب واعر، ما عرفتش الكاميرا واش غد تبين لكم هذا الغروب كيفاش داير، ولكن واحد الديكور كيكون واعر في الجاري بقيت هذه الغروب. غادي نجاوبوا على واحد الكومونتير اللي داروا، قلت لكم الاخوان الا بغيتوا نهضروا شي موضوع ديما كتبوا لي في الكومنت ونحاول نهضر عليه. وهذا السيد هذا قال لك الا جيتي الميريكاني غادي تقول بالعربيه، قراو الكومونتير المهم ديروا لي بوز وقراو، الا جيتي ميريكان غادي تقولب وغادي تندم والى اخره، وبزاف ديال الناس ندموا الى اخره. انا اختصر لكم نقول لكم بصح كاين بزاف ديال المغاربه اللي ندموا جاو الميريكان وندموا، ولكن شكون هما النوع ديال المغاربه اللي ندموا؟ ضروري خاصنا نعرفوا الصوره كامله، اللي جا علاش ندم واللي جا وما ندمش علاش. نعطيكم جوج ديال الصور حسب المعرفه ديالي مع او المغاربه اللي كاينين هنايا، الراي ديالي على الوضعيه ديالهم. معظم المغاربه اللي تلاقيت معاهم وما عجبهمش يعيشوا في ميريكان كينقسموا لجوج ديال الانواع. النوع الاول هما الناس اللي خدامين خدمه ديال تماره، باش كنقول تماره تماره ديال بصح فاش كتجي كتبدا تخدم مثلا في والمارت، كتخدم في الفاست فود، كتخدم ماشي كتطلع وكتولي ماناجر، ولا كتبقى لتحت كتضرب في تماره واحد المده ديال سنوات. هنا الصالير ما كيقدكش باش تعيش مزيان في ميريكان، يلاه كتجيب التعادل وكتبقى الحياه ديالك كامله غير خدمه، غير تماره النهار كامل وانت كتخبط، وداك السبت والحد يلاه كتنعشي شويه تصبن حوايجك وتعاود ترجع. ما كاينش ريحه الحياه بالنسبه لهذا النوع، وهذا النوع كيتكرفس وباش كيدوزو السنوات كيحس براسو بحال تقول، ومن حقه انه يحس بانه تقول، لان فريمون تقول، لان الحياه كتولي قاصحه بزاف انه يعيشها، والحياه تبقى تغلى والصالير ديالو ما كيطلعش بزاف الى اخره. هذا النوع الاول. النوع الثاني ثلاثه الانواع، نزيد واحد النوع واحد اخر. النوع الثاني هو داك النوع اللي كيجي كيهبط في واحد المدينه وكيعيش فيها في خطره، كيبقى هذيك هي المدينه ديالو. واكثريه اللي كيهبط، مثلا نعطيكم اكزامبل، كاين الناس اللي هبطوا مثلا نيويورك ومشاو عايشين في نيويورك وخدامين في نيويورك. نيويورك عاوتاني كيسكنوا في نيوجيرسي وكيخدموا في نيويورك، ولا ساكنين في نيويورك نيت ضيفه ديال الجهه الاخرى داكشي بروكلين وكوينز، وكاين واحد بلاصه سميتها جورنال شي لعيبه حتى هي ساكن فيها العرب. كيضرب تماره بزاف، عنده واقيلا غير شي بيت اللي ساكن فيه ولا ناموسيه، ولا ساكن مثلا قاعد سيدي في دار وغاليه، ولكن تماره بزاف النهار كامل وكيضرب تماره باش يعيش. والمدينه خايبه بين قوسين، من ناحيه ديال التلوث، من ناحيه ديال الاشخاص، بعض المرات كتكون عايش واحد المنطقه اللي كيكونوا فيها السمر بزايد، دوك السمر الخايبين ماشي السمر العاديين، حيت كاين واحد السمر اللي خايبين ما تبقاش تسكن حداهم. العذاب العذاب العذاب. انا دوزت واحد المنطقه تمايا، مشيت غير زرت شي ناس تما وندمت، وحق الله ما كذبش ما نقدرش نعيش تما، انا مرض والله تنمرض بالنسبه ليا. هاد الناس هادو اللي كيندموا كيهضروا على واحد الميريكان، ما كيهضروش على ميريكان كامل، كيهضروا على واحد الميريكان من ميريكانات، وهاد الميريكان من ميريكانات هي ديك المنطقه اللي خايبه اللي نورمالمون ما خاصوش يسكن فيها. هاد النوع هذا اش كنقول لهم؟ كنقول لهم قبل ما تقولوا ميريكان خايبه ولا زوينه، سير دور شي شويه، جمع شي شويه ديال الفلوس، وهذه النصيحه اللي كنقول للمغاربه، جمع شي شويه ديال الفلوس بلاص ما ترجع للمغرب كل عام، سير ضرب شي دوره، شوف لك كاليفورنيا فلوريدا، شوف لك دوك المدن الصغار، شوف لك دوك الولايات اللي ما فيهمش بنادم بزايد، شي ولايه نقيه الى اخره. دور شي شويه، زور دور، بدل الانواع ديال الخدامي، حيت كل ما كتديفلوبا من ناحيه ديال القرايه وكتطلع كتلقى خدمه مزيانه وصالير مزيان وكترتاح، ما كتبقاش تضرب تمار بزاف وكتخلص مزيان الى اخره. هادو خاصهم يعيشوا في ميريكان، باش تعيش في ميريكان خاصك الدور وتزور وتشوف، خسر شي شويه الفلوس في ميريكا ما تخسرش في المغرب، ما تمشيش للمغرب عيش هنا. اكثري ما كيديرش هادشي اللي قلت، وكيبقى يشوف ديك المنطقه اللي ساكن فيها وكيندم، لانه كيضرب 20 عام 25 عام بلاصه وحده، وديك البلاصه هي الحكم على امريكا كامل للاسف. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هما النوع اللي كيكونوا شي شويه تراديسيونيل تقليديين ومحافظين، مغاربه محافظين، شنو معنى ديالها؟ هو من ناحيه ديال كيبغيو يعيشوا التقاليد ديال المغرب، وكيبغيو يعيشوا الدين المغربي زعما ديال المغرب او الدين
ديال الاسلامي كيبغيو يعيشوا بالطريقه ديالها كامله الى اخره، ولكن المنطقه اللي كيكونوا ساكنين فيها ما كتكونش فيها هادشي، وممكن انهم يسكنوا مع العرب، ولكن ممكن باش يسكنوا مع العرب وفي نفس الوقت كيبغيو يشدوا بالدين، اللي هي شي شويه غريبه. كاينين كوميونيتيز ديال العرب كتسكن فواحد الكوميونيتي اللي كتلقى فيها كلشي بالعربيه وكتلقى الجامع وكتحس براسك بحال في المغرب شيئا ما. خاصو يعيش في هذه المنطقه، وللاسف هو كيعيش في هذه المنطقه وكيندم، كيحس بولادو ما كيمشيوش بداك التقاليد ديالو، كيقول لك ولادي خرجوا ها وانايا وكذا، وندمت علاش جيت وندمت علاش ولدت. ولكن راه انت اختيار ديال المنطقه راه كيلعب دور حتى هو، الا كنتي انت تقليدي وهادي راه خاص نورمالمون تعيش في منطقه اللي مع العرب، يمكنش انت ما تحملش العرب وما تحملش المسلمين وفي نفس الوقت بغيتي تطلع العائله ديالك زعما بواحد الدين وكذا وهادي، لا ما يمكنش. هادو حتى هما كيندموا، دنا الثلاثه هادو اللي ما كيتخلصش مزيان وكيخدم خدمه ديال العذاب، واللي ما كيدورش كيشوف ميريكان كامله، واللي محافظ، هادو هما اللي كيتكرفسوا. الناس اللي كتعجبهم ميريكان مزيان ومنهم انايا، ولكن نهضر على الحاله ديالي من بعد. الناس اللي ما كتعجبهم ميريكان هما الناس اللي عاقوا بالفيلم. الفيلم ديال ميريكان يا اخوان هو هذا، كتجي كتضرب تماره في الاول، من بعد كتقرا، وقبل ما تقرا خصك تختار المجال اللي فيه الفلوس، والقرايه ماشي ضروري راه كاين خدمه يدويه تقدر دير بها فلوس كبيره، وكتبقى غادي وكتديفلوبي راسك، غادي وكتديفلوبي راسك. نعطيكم مثال ديال واحد الشخص عزيز عليا، داك الباركور اللي دارو سفيان، الا عرفتوه سفيان جدي، راه حتى هو كان في الباركور زوين، جا ضرب تماره اللي عقلتو عليه من الاول ديالو، من بعد التراكين، من بعد دابا كيخدم بوحدو كيدير اصلاحات ديال بزاف ديال الحوايج. كنظن بان هذاك المجال فيه فلوس وعاجبه امريكان وعاجبه الحياه هنايا، وكاين واحد التطور كبير في الحياه ديالو. عرفتي داك التطور اللي داروه في واحد المده قصيره، راه المغاربه ساكنين هنايا 30 عام ما داروهش. وهذا من النوع اللي تطور وحس بان عقب الفيلم ديال امريكان. ماشي غير المجال اللي دار هو، راه كاين مجالات ديال التكنولوجيا، كاين مجالات كثيره كثيره كثيره، خص الانسان غير يقرا يقلب ينغمس شويه في المجتمع باش يفهمو، ما يبقاش هو عايش في المغرب، هو عايش في ميريكان ولكن عقلو في المغرب وقرايتو في المغرب وكيشوف غير الافلام المغربيه وكل شيء ديال المغرب، عارف شنو واقع في البلاد اللي ساكن فيها. هذا قلنا للناس الاولين اللي كيديفلوبيو راسهم، كيديفلوبيو راسهم ما عمرهم يقول لك ميريكان خايبه، لانه يقدر يدير فلوس صحيحه في ميريكان، ممكن انه يدير ارقام كبار. الثانيين هما اللي كيفهموا الحياه من ناحيه ديال انهم كيقراو كيخدموا وكيانفيستيو. ميريكان الاخوان اللي انفيستا فيها عن طريق لا العقار لا البورصه لا الاتياف الى اخره، حياته تتبدل 10 سنين 20 عام ارقام كبار كديرهم، الحياه ديالك كتبدل. للاسف معظم المغاربه اللي كيجيو ما كيانفيستيوش في الاتياف اس ام بي ناسداك وداك الشيء، ما كيعرفوش ينفيستيو كيجيبوها في راسهم، كيندموا على سنوات ضيعوها هنا. كاين شي وحدين اللي 15 عام هنايا ما جمع والو، راه الاخوان راه 100 دولار 100 دولار انفيستي كل شهر، قصة هادي. شحال من يقول لي ما كنعرفش انفيستي، راه كاين الانترنت قلبوا على راسكم، كلشي كاين في الانترنت. انفيسو شي شويه كتصلح ل 10 سنين، وهادي كتلقى بان كاين فرق باش كتشري عاوتاني العقار ولا انفيستيسمون في العقار. 10 سنين 15 عام تقدر تعذب شويه، ولكن كتبدل الحياه ديالك بواحد الطريقه ايجابيه بزيد. والناس الثالثين اللي نقدروا نقولوا كتعجبهم الامريكان هما عكس المغاربه اللي ماشي محافظين، المغاربه كيبغيو يعيشوا الحياه ديالهم. انا شوف ميريكان الحاجه الوحيده اللي كتعلم كيما كتجيجيش الناس، شغلهم هذاك اللي بغى يعيش شي طريقه يعيشها، اللي باغي يدور يدور. انا ما كنجيجي حتى شي انسان في هذه الارض هذه، كيبان لهم بانهم ما يقدروش يعيشوا ثقافيا اجتماعيا حتى دينيا بعض المرات في المغرب، وهادشي اللي كيخليهم انهم كيحسوا بانهم في البلاصه الصحيحه اللي خاصهم يكونوا فيها اللي هي ميريكان، لان حتى واحد ما كيجيجي هنا. وهذه حاجه زوينه ان كل واحد كيعيش الطريقه ديالو، بغيتي تصلي الله يسهل عليك، بغيتي تمشي للبار الله يسهل عليك حتى هو، الله يعفو عليك.
هما كيلقاو راحتهم هنايا لانهم كيلقاوش داك الضغط المجتمع. حنا عارفين المجتمع في المغرب في واحد الحاجه اللي خايبه، ما غاديش نهضر على الدين، نهضر على المجتمع في واحد الحاجه اللي خايبه، ومن الناس كيتدخلوا في بعضيات الناس، اي ان العائله ديالك كتولي كتحكم فيك في التقاليد. باش كنقول العائله راه ماشي ضروري تكون الوالده والوالد، يقدر يكونوا كل شيء، سمي هما اللي كيقيديو كيفاش تعيش، هما اللي كيصاوبوا لك الاطار ديالك. بينما فاش كتجي امريكان كتولي بين القوسين الحريه المطلقه، اي انك تعيش بالطريقه اللي بغيتي. هادوك حتى هما ما تقولش ما يمكنش يقول لك امريكان ما عجبنيش، لان فين غادي يرجع؟ وماشي مساله ماديه، هي اكثر من هي مساله ثقافيه وطريقه العيش. اذا اي واحد قال لنا امريكان خايبه او زوينه، خاصنا نعرفو من منظور ديالو كيفاش كيشوف البلاد وشنو خدام وكيفاش كيعيش وفين عايش، عاد نقدروا ناخذوا بعين الاعتبار حتى يعطينا واحد الصوره وحده اللي ماشي حقيقيه. كاين الناس الاخوان اللي غادي يجيو الامريكان غيندموا، وكاين الناس اللي غادي يجيو الامريكان غيفرحوا. ماشي كلشي غيجي الامريكان غيفرح، ماشي كلشي غيجي الامريكان غيندم. باش تعرف راسك واش غتندم ولا غتفرح، سمع لكلشي وعرف هذاك اللي كيهضر. الا قلت لك انا امريكان عجباني، عرف سولني علاش. والفيديو الجاي الا بغيتو نقول لكم علاش عجباني امريكان، كتبوا لي في الكومنت، ندير فيديو شخصي كنهضر غير على راسي وعلى الحياه ديالي. تهلاو ليا فراسكم وسيو ناكسان.